الوقفة الاحتجاجية. يعني اولا نبدا لك من الفوق، قرارات المجلس الوطني باتخاذ خطوه ديال الاضراب ديال 29 30 31 مصاحبه لواحد الاشكال الموازيه. اليوم كنجيو لمديريه الفيدا اولا باش ننقلوا الرساله ديالنا، باش نقولوا لهم بان المطالب ديالنا هي حق مشروع ولا يمكن التنازل عليها. المطالب ديالنا اللي معروف الملف المطلبي ديال الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، لذلك كيجي عاوتاني هذه الخطوه هذه نتيجه للرد على هذا المدير الاقليمي المتعجرف المتسلط، هذا المدير الاقليمي اللي العوض انه يقابل المشاكل اللي كاينه في التعليم في هذه المديريه هذه، الانفلاتات الامنيه، عدم احترام المذكره ديال البروتوكول الصحي، الاكتضاض داخل الاقسام، انه ليس له هم الا الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، يعني استفسارات بالجمله، غطراسه الى غير ذلك. لذلك كنقولوا بان المدير المنسق ديال الفيدا كان في واحد الاجتماع، وهذا الاجتماع هذا يعني استدعته الاداره، في حين اننا نرى بانك يرسل لي استفسارات، يرسل لي اثاره انتباه، يعني هذه واحد المجموعه ديال الامور اللي ما كنقبلوهاش، وهذا هو الرد اليوم على هذا المدير الاقليمي هذا، لانه يعتقد ان الاساتذه في الضيعه ديال الاب ديالو، مع العلم ان الاساتذه موظف كما هو موظف، رغم هذا التوظيف على هشاشته اللي كرساته الدوله اللي خلات هذا النوع ديال هذا المدراء الاقليميين اللي كنقولوها بهذا الصوت هذا، خلات هذا النوع هذا كيجي هنا يتغطرس علينا، لان تعطاته واحد الفرصه، وفعلا وهذا هو الذي سيضر التعليم ببلدنا، وهذا هو الذي سيكسر التعليم ببلدنا. يعني نطالب بترحيل هذا المدير الاقليمي هذا كما فعلوا بواحد مجموعه من المدراء الاقليميين. بداية أحيي الأساتذة لحضورهم في هذا اليوم، وأنهم شاركوا وبينوا على أنهم جسد واحد في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. فما يطال أساتذة في مديرية الفيدا من استفسارات وحيف يطالنا جميعا. بالنسبة للسؤال المرتبط بالخطوة النضالية القادمة، فاليوم كان عندنا لقاء مع الإخوة ديالنا في الفيدا، غدا إن شاء الله عندنا لقاء وعندنا عرس نضالي آخر بالمحمدية، وفي حالة أن الوزارة لم ترضخ لمطالبنا ولم تتنازل ولو قليلا لما نطالب به، فنحن نستعد الآن لمقاطعة الامتحانات حراسة وإعدادا وتصحيحا. هذه الوقفة جاءت لسببين، اثنين، اولا سبب عام وهو المطالبة بإدماج جميع الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية من اجل ان يشعروا بالأمن الوظيفي والأمن النفسي والاجتماعي. أما السبب الثاني وهو سبب آني، هو الرد على التضييقات الممارسة من المديرية الإقليمية الفيدا مرسطن على الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد.